انا ما نكذبش عليك، باش نكونوا صريحين، انا صريح، انا ما تربحش بزاف في الدومين، ما كربحش بزاف، فاللي كنشدو كنحاول انا نبرودوي بي. راه نقول لك غير اغنيه واحده بالتوزيع، غير توزيع بلا ميكساج، سميتو ب 40000 درهم، ب 4 مليون، خاصك تعرف هذه، غير فهمها، ب 4 مليون. فانت ايماجين دابا كيسحب كلشي ساهل، دير اغنيه سير ستوديو سجل صافي، راه كاينه امكانيات، راه باش دير شي حاجه اللي مزيانه راه كاين امكانيات، فهمتيني؟ واخا كتبان لك انت 40000 درهم اللي راه بالنسبه للفنانه قليله، ولكن هو ملي كيبرودوي راسو راه كتبان ليه شي حاجه صعيبه. فانا كنشد شي حوايج، كنشد داكشي اللي كنربح، كنحاول نبرودوي فيه، وحنا غاليين، ما عندك ما دير، ما كاينش بديل، فحنا مقاتلين والحمد لله كاين النجاح، هذا هو المهم، هذا هو اللي باغي. ما نكذبش عليك، ستار اكاديمي كان من الاحسن انني نخش في ذاك البرايم بالضبط، لانني وصلت صافي، وصلت لحد ديالي. فالنجاح هو استمراريه عند الفنان، من برنامج غير واحد الدفعه اللي كيدفعك كيبينك للناس خاصك انت شنو قدمتي لهاد الناس، واش اجتهدتي ولا ما اجتهدتيش.